شكا المزارعون في علوة ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين من قرار الحكومة الاتحادية فتح المنافذ أمام استيراد الرج من الأسواق الأجنبية تزامنا مع موسمه داخل العراق، ما أثر بشكل سلبي على مبيعاتهم متسببا بخسائر فادحة مقابل مصروفات المحصول من الأسمدة والبذور، مطالبين الحكومة النظر بقراراتها ومناشدين وزارة الزراعة دعمهم بالوقود وكل الاحتياجات اللازمة لديمومة الزراعة. وكان قد أكد الفلاحون أن كمية المحصول يمكنها تغطية السوق المحلي دون لجوء إلى الاستيراد. المزيد في تقرير زميلنا عبد الجبار مهدي. بلاش يا بلاش، هذا الرق العراقي يا بلاش، بلاش بلاش الرق بلاش. اشتكى مزارعي جنوبية محافظة صلاح الدين من فتح المنافذ الحدودية ودخول المواد المستوردة، ما يشكل عبان على المواطن ويؤثر على محاصيله السنوية، لأن المحاصيل الزراعية كافية وتغطي كل أسواق المحافظة بل تغطي أسواق العراقي بأكمله. نطالب الحكومة العراقية وبالأخص السيد المحترم وزير الزراعة أن يرحم هذه الشريحة المعدومة، شريحة الفلاحين التي عدمت خلال فتح المنافذ الحدودية. الآن الزراعة متوفرة بالعراق وتستطيع أن تسد الاكتفاء الذاتي للعراق من زاخو إلى الفو، إلا أنه مع الأسف الحكومة العراقية أثناء ما ينزل الحاصل العراقي تبدأ بفتح الحدود. نحن مزارعين محافظة صلاح الدين ناحية الإسحاقي، وعندنا سلة غذائية للعراق كله، محاصيل خضار، وعلوتنا فتحة صار 15 يوم وحاطين خسائر ملايين الدنانير ومطلوبين على رقابنا، والحدود مفتوحة على مصرعي جاي ينزلون علينا حاصل. منين نفك خسارتنا احنا كمزارعين؟ كل سنة وأول ما ينزل قبل ما نزل حاصلنا بيوم أنا أشتري الرق والبطيخ الكيلو ب 700 دينار، من وقع حاصل الإسحاق وسامرة صار الكيلو 200 دينار أو 150 دينار. الناشد رئيس الوزراء، الناشد وزير الزراعة، الناشد المنافذ الحدودية، الجندي الضابط العامر على السيطرة مال الحدود، إذا بي وطني خلي يصد على العراق ليصد على الدول الخارجية. هذا احنا بدنا نعوض الخسارة مالتنا. كيمياوي قالي، اللايلون قالي، الشيش قالي، خسرانين وما سد الحاصل مالنا، ما يسد الخسر مالنا. السوق داتش، خلي ينظرون علينا نظرة بسيطة. مواطنو الإسحاقي مستغربين هذا العام بعدم وجود المحافظات الجنوبية والشمالية في التسوق واختلافا للسنين السابقة، وذلك بسبب فتح الحدود ودخول البضائع الأقليمية وعدم شراء المحصول المحلي، ما أثر على الفلاحين والمزارعين وحتى الطبقة الكادحة، لأن العلاوة التسويقية كانت تشغل أكثر من 500 عاملا يوميا، مطالبين حكومة الكاظمي بالتدخل ودعم الفلاح العراقي وعدم شراء المستورد. طبعا احنا اول ما ينزل الموسم مالتنا هذا يبدا الموسم بالرقي بالبطيخ بالطماطه بالباذنجان، الحدود مفتوحه على مصراعي، يعني كل سنه تبدا هاي المعاناه مال الفلاح. لا دعم موجود من الحكومه، لا نايلون، لا غاز، لا كيمياوي، يعني بدت الى ان وصل سعر الغاز البرميل الغاز 160 الف دينار. احنا هاي مناطقنا كلها ازحاقي، الجزيره، جزيره سامرة، على جزيره تكريت ممتده، كلها تعتمد على الزراعه، ما عندنا موظفين، ما عندنا معام. الفلاح العراقي مدمر من طرف الدولة، الدولة ما جاءت تساعد للفلاح، لا بمواد، المواد غالية كلها ياخذها بالدير، كل سنة يزرع يقول اعوض هاي السنة، السنة الجاية هم نفس يخسر. نطالب رئيس الوزراء ان يسدوا لنا الحدود الاطراف حتى الفلاح شوي يستفاد بهالشيء. هي شهر شهرين واحنا لو ساعد الدولة ساعد الفلاح، الفلاح يغطي العراق بأكمله من كل المواد. يعني هي الفلاحة راح تنتهي، أنا أبطل الفلاحة أحسن لي، لأن الناشد منه لا حياة له من تنادي، كله لو موتة نروح الناشد الموتة أحسن، يعني لو واحد يبطل الفلاحة أحسن، فإحنا راح نبطل الفلاحة كلنا. ليش؟ والله يا عمي حسين السبب مفتوح علينا الحدود، والتاجر التاجر يجي علينا يقول إن عمي هاي ما تفيد، وبالعكس هي أحسن من الخارج. أنا والله مستثمرها مليار،
وهت تشوفه بعينك لا يجي مسوكشي لا يجي بقال. شنو السبب؟ سبب المنافذ العراقية المفتوحة هاي وعدة. والفلاح شفت معاناته، الرجال جاي يصرف لايلون يصرف كيمياوي وبعد وعوائلهم. بنطالب من هذا البكان ومن إذاعتكم الموكرة، نطالب رئيس الوزراء ورئيس الزراعة وكل شريف بهاي المحافظة يباوع لهاي العالم ويباوعنا احنا المستثمرين. يواجه الفلاح في مناطق جنوبية صلاح الدين مشاكل المحاصيل المستوردة وقلة الدعم الحكومي للفلاح العراقي بانتظار حلول واقعية للمحاصيل الوطنية. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.